ادفنسون 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 كره ملعوبه عرضيه للقائم الثاني. هذه هي السيطره الايجابيه، هذه هي السيطره الايجابيه. عندما يسجل الاتحاد تكون هي سيطره ايجابيه يا مانويل يا كاسترو. من غيره الكلام عن ميشيل اولونجا. سجل ميشيل اولونجا، يضع التقدم اولونجا، يصل اولونجا. شوف لعبة ادمنسون، ادمنسون والعرضية على طول الراسية. وينك يا يوسف ايمن؟ وينك يا جمال بن عمري؟ هذا هداف، هذا قناص، يعرف كيف يصل للشباك ويعرف كيف يجعل فريقه في المقدمة. اولونجا 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 هداف اسيا، نعم هداف دوري ابطال اسيا في النسخة الماضية وهداف بطولة دورينا في هذا العام. هدف رقم 22 باسم